بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الودود خالق الوجود الذي لولاه لا شيء موجود، والصلاة والسلام على الأحمد المحمود قطب دائرة الوجود الذي تشهد بسم الله الأوحد وقبل جميع الخلق تشهد ليبعث في الأرواح السؤدة ذاك أبو الزهراء محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل اللهم على أهل بيته الطيبين الطاهرين مصابيح الحكمة ومفاتيح الرحمة. وتر يشير إليك كل زمان، يفنى الوجود وأنت لست بفاني، يا واحدا تبقى ومثلك لم نجد، فالله لم يخلق حسينا ثاني. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم أيها المشاهدون ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم في برنامجكم راية الجوادين، هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على تكريم نخبة من الرواد خدام محمد وآله الأطهار الذي ترعاه الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة. دعوني في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى أن أرحب أجمل ترحيب بالقارئ والرادود الحاج ملا طارق الكاظمي. حياكم الله أستاذنا، أعظم الله سلام لنا ولكم الأجر والثواب بذكرى استشهاد الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه. الله يسلمك الأجر إن شاء الله باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وهذه الأيام ننتظر أيام الأربعين إن شاء الله. إن شاء الله نوفق لخدمة السيد الشهداء. الحمد لله والشكر. لازم يعني بهالايام احنا نحضر باتم التحضير لابي عبد الله الحسين، وكل ما نخدم لم نفي مع هذا الامام العظيم شعراي واحد ان شاء الله. استاذنا، لو ابتدانا الحديث عن بدايه هذه الخدمه المباركه التي توجت بها، خدمه سيد الشهداء عليه السلام. العفو، بالستينات طبعا. نعم، بديت اقرا بالمواكب صغيره ما بين الاعمار، يعني ما بين الاعمار مثلا 14 سنه 13 سنه نقرا بالمنطقه اللي بيها طبعا احنا منطقه شعبيه ام النومي بالكاظميه. نعم، معروفه، وشان بيها في وقتها موكب لحد الان طبعا انا السعيه على خادم هذا الموكب نفسه محل ام النومي اللي تأسس 1933 طبعا ما شاء الله موجود حاليا نفس الخدمة اللي نخدم بها. فبداياتي كانت بالستينات، منطقة شعبية ما بين أزقة بالمنطقة نقرأ بها. وأول ما بديت طبعا نسمع التساجيل مع الله يرحمه حمزة الزغير رحمة الله على روحه، القراية مالتنا، فتعلمنا نقرا ان شاء الله بخير وسلامة. استمرت هذه الخدمة طيلة هذه السنوات، استمرت حتى في ايام النظام. خلينا نتوقف في ايام النظام، كيف كانت الخدمة وهذه الشعائر تقام؟ طبعا على الستينات كانت تقام، يعني اقول لك يعني هواية وكفد امور تغيرت هسه حاليا، بس قبل يمكن كانت الخدمة في نية صادقة 100%. وهذا هو المريود للحسين، يعني غير شكل ما اقدر اقول لك. فكانت حتى الناس بهالشهرين هاي ما بين محرم وصفر، يعني حتى شراء حاجه لهم للبيت لو من اللبس ما يشتروها، وخصوصا النساء اللي كانوا في ذاك الوقت يحترمون هاي الشهرين محرم صفر. طيب في فتره الثمانينيات وايام الممنوع نقدر نقول، كيف كانت أجواء الخدمة وكيف تقام المجالس في ذلك؟ أكثر شيء تسعينات بدينا نبدي بالبيوت. نعم، ومن كنا نروح للبيوت ما نعرف أنه إحنا خايفين، مو خايفين نطب نقرأ ونطلع ونخلص، بس أنا أقول لك يعني شن نقرأ بدون أجهزة. كل البيوت اللي دخلناها بدون أجهزة، وأكفت بيت كان في الغزالية. نعم، شارع مدير الامن في ذاك الوقت. نعم، الله يذكره بالخير حجي هاي دبس. كنا نروح انا والشاعر ملا طلال وحيدر الزغير وجماعه خضير وهذول الرواديد كانوا بعدهم. نعم، يروح هو وجبان وجو، مع العلم انه هاي مدير الامن بصف البيت مال الحجي هاد. يعني مشان نقرا ما نحسب بالخوف، ما نحسب الا انه رايحين عندنا معتقد
عندنا فد وجه للحسين عليه السلام نقرأ ما نخاف. طيب الله يسلمكم أستاذنا. طيب لو دخلنا في أعماق القضية الحسينية اليوم الرواديد ماذا يحتاجون؟ أنا يعني حقيقة يعني يدرون يعني بالكاظمية عندي المسجد مع الهنود السادات الكاظمية نعم. السادات الموكب نفسه بالجامع تقام الدورات قبل وهكذا قبل ما تبدي الفيروس هذا كنت كل جمعة أنا أدرس رواديد ما شاء الله أي من شباب من جماعة يجون على أعمارهم نعم. أدرسهم هالقراءة الحسينية نعم. فما كنت أقول لهم أنا أهم شيء مثلا شغلة السرعة بالقراءة ما تفيد أنا أريد مثلا للحسين دمعة تحصل يعني من أقرأ فد قصيدة يعني رواديد كل مرقدامة بين حمزة بين عبد الرضا بين أي رادود سبيل كاظمية سيد مرتضى السندي وغيره وغيره شنو حصل دمعة يعني من يقرون فأنا أشوف السرعة يعني مو لائقة لرادود هذا حسين بعدين هذا منبر مو مسرح حتى واحد يعني شوية مايل بيلو في الشميصي أنا كهذا رأيي يعني بالخدمة اللي قضيتها من الستينات يعني القبل من بعد السقوط وأنا عايش هذه الفترة نفس ما شفنا فترة رادود يعني يتمايل على المنبر على ما يصير هذا منبر رسول الله ما يصير يعني واحد طيب. لازم يثبت نفسه بقراءة الحسينية نستطيع القول أنه الرادود اليوم بحاجة إلى ثقافة لازم إلى مطالعة لازم إلى نقدر نقول يأخذ من القدماء من حمزة الصغير من كاظم القابشي من هادم ريطي من وطن وإلى آخره هذه الأسماء دكتور عباس الله يرحمه وغيره وغيره ينطبع تمام كلهم لازم لازم يعني إيش قد حلو من يجي واحد عليه يقول لي حجي هذا المستهل مثلا هيش طريقته نعم. ومثلا أضيف لفد فد نغمة بالمستهل يقول والله حلو صار ويقرأ يطلع مضبوط ليش تعد اسم مو عيب والله العظيم لحد أنا أكفد مقامات أنا يمكن تيه علي نعم. أسمعها بالمسجل نعم. أحفظها لحد هذا عمر يعني ما مو عيب واحد يفرض بس أنا ما يعني أسوي القراءة أسويها كمسرح لا ما يصير هذا يعني ما يجوز يعني أنا رأيي هذا مو يعني واي قلت لك كذا فد رادود ما أقول لك باسمه كان مثلا ما يعجب بينما هسه قرأ عجبني هواية نعم. حتى حفظت الأبوذية حفظت القصيدة مالته نعم. عجبني ما أعرف يعني الناس وصلوا له كلام إنه ترى ما يصير مثلا على ما أقول لك يعني أسماء هواية طيب حاج أبرز الشعراء الذين قرأت لهم في هذه الأيام أو هذه السنوات الأخيرة أو القدماء يعني فترة الستينيات السبعينيات كذلك الثمانينيات القدامى ككاظم حجي كامل منظور رحمة الله على روحه اللي يقرأ لحمزة الزغير تعاملت معه يعني نستطيع لا 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 بس الرجل كنت أروح ويا الله يرحمه الرادود المبدع الشيخ الوليد نعتبره حيدا المباري كان صديقه وكنا نروح هناك يمهم نعم. فيعني نتعامل بالقصائد بالدواوين مالتهم اي صادق العرجي سيد صادق العرجي الله يرحمه بالكاظميه واما الشهيد السعيد سيد علي الموسوي هواي تعاملت وياه كذلك الاستاذ جابر الكاظمي هواي يقرا له وهنا عندنا سيد عدنان الحمامي نعم سيد هواي يقرا سيد نبيل ابو العيس ما شاء الله رحيم ابو عليوي الشاعر المبدع بالكاظميه ما شاء الله اعلام الحج رحيم ابو عليوي كذلك الاستاذ مهدي جناح مهدي جناح طبعا بالفصيح وايد طبعا مهدي جناح من جيراني بالبيت بمنطقه ام النوم نفسها طيب اي جيراني متى ما اعتزت القصيده طبعا هو يعرف كل زين اي والله الله يعني الله يحفظه ويخليه الله يرحم الماضين ويحفظ الباقين ان شاء الله طيبين خوش شعراء مثقفين الله شاهد طيب خلينا نستمع شيء خاصه ذكرنا السيد علي الموسى ورحمه الله على روحه الشهيد فتشيء من كلمات هذا الإنسان المعطاء طبعا الشاعر سيد علي الموسوي من ملاحظاته أنه أنا ما شفت مثل شاعر نعم بس حاليا جابر إيه سيد علي الموسوي الله يرحمه رحمة الله عليه مثلا قاعدين نكتب ردات للحسين للأربعين نعم
نقول مثلا 4-5 رواديد نكتب، انت كمل مع البحية، انت كمل مع المبارين، انت كمل مع المنومي، كمل انت. هذا شيء انا بشعر عين الله على هذا التوفيق. أيوه. الله. كذلك الاستاذ جابر كمل بثمان رواديد، ثمان قصائد في ساعة واحدة. ما شاء الله جابر الكاظمي، ما شاء الله في ساعة واحدة كمل ثمان رواديد. نفحات أهل البيت موجودة في كل مكان. يحضرني بيت عن هذا الموضوع. بلد. يقول قلمي بأمركم ويدون فكرتي وفمي متى ما شئتم يتكلم. فلا شك نفحات أهل البيت موجودة طبعا. هذا الحسين وقد كفاك بذكره أن يبقى اسم الله حيث دماؤه. الله. نعم أستاذ. يا حسين يا غريب يا مظلوم يا حسين الكاظمي يا قلوبها ويا زينب إلك إلك تشكي قلوبها يا حسين الكاظمية بهالقلوب نادي منك إلك وبحبك تذوب شعب إحنا وهذا تاريخ الشعوب ذكريات تأدي فرض وجوبها يا حسين الكاظمية قلوبها علوفة يا حسين شاهدنا الدهار اتبعنا أفكارك ونورك والأثار إلك كل غامض يا ابو اليمة ظهار والنوايا اكشفت سر غيوبها يا حسين الكاظمية قلوبها ويا زينب إلك تشكي قلوبها مولاي ما شاء الله طابت أنفاسك أستاذنا. هذا من المخالف. هذا مخالف. مخالف. طيب اليوم الرادود عندما خلنا نتكلم بالعامية يطلع الطريقة الخاصة بالقصيدة كيف ومن أي شيء يستند أو على أي شيء يستند؟ طبعا قبل أكفد قصيدة الحمزة الزغير رحمة الله على روحها. نعم. أعتقد فد أكفد كان عندنا فد مغني بالصلاح يمكن اسمه غراها من حمزة سواها أغنية. غراها من حمزة. نعم. الله يرحمه سواها أغنية. ذاك الرجل مات هو بكركو. المهم يعني هي أصلها مع حمزة أصلها حسينية. وهسه اكو مثلا يعني مع احتراماتي لكل الناس انا يعني حتى بالدرس ما اجيب كلمه موسيقى ومطرب وكذا بالدرس حتى ما يعرفوا انه احنا ناخذ من الموسيقى او بالشيء هذا ما يجوز يعني كيف يختار رأيي. كيف فيختارون بعض الشغلات القديمه اللي موجوده ويحور بها هي اصلا مثلا يعني حتى استاذنا حتى الطريقه تقتبس من التراث اي على ضوء أي. على ضوء هذا الموضوع أو بضوء هذا الموضوع تتم الطريقة الحديثة صحيح. ولكن الروح من التراث هسه مثلا حمزة الزغير رحمة الله على روحها مثلا عندها في الشغلة أقراك شوية ما عندها نعم تفضل مثلا هاي صفاها صفاها